بحضور مدير عام مشروع مسام السيد سامح القصيبي، نفذ الفرق الهندسية هنا في محافظة شبوة على العملية السابعة لإتلاف المتفجرات والغام، وكانت العملية بنجاح. نشكر منظمة مسام ودور المملكة العربية السعودية في التخلص والتخلص من متفجرات وبقايا الحروب في اليمن، ونشكر الجهود والتحالف الذي يرسخونها لإنقاذ اليمن واليمنيين من هذا المتفجرات ومخلفات الحروب التي تفتك بحياة الشيخ والمرأة والراعي، ونشكرهم على كل ما قدموه اليمنيين.